مرحبا بكم في قناتي، أتمنى أن تدعموني بلايك وكومنت وتشتركوا بالقناة فضلا وليس أمرا. يستعد الملياردير الياباني يوساكو مايوزاوا للقيام برحلة حول القمر تطلقها شركة سبيس إكس التي يمتلكها الملياردير الأمريكي آيلون ماسك مع فريق من 10 أعضاء. وقد أطلق على المشروع اسم دير مون، والذي يترجم حرفيا إلى مشروع القمر العزيز. أعلن الملياردير الياباني يوم 9 ديسمبر عن أسماء أعضاء الطاقم 10 الذين سيشاركونه في بعثته السياحية إلى القمر في عام 2023، وهي أول رحلة استكشافية مدنية على الإطلاق إلى القمر. إليكم قائمة بأسماء الطاقم كاملا والذي تم الإعلان عنه في يوم 9 ديسمبر: الدي جي الأمريكي الياباني ستيف أوكي، الممثل الهندي ديف جوشي، الرياضية الأولمبية الأمريكية كيتلين فارينفتون، الراقصة اليابانية ميو، المصور ييمي أيدي، المصورة ريانون آدم، اليوتيوبر تيم دود، المصور كريم إليا، صانع الأفلام بريندن هول، ومن كوريا الجنوبية توب، عضو فرقة بيك بانك. ومن المقرر أن تنطلق رحلة فريق دير مون حول القمر في عام 2023، والتي ستكون ممولة بالكامل من قبل ملياردير الياباني يوساكو مايوزاوا، الذي تقدر ثروته بنحو 1,900,000,000 دولار، حيث سيتحمل تكلفة الرحلة بالكامل، وسوف تكون مجانية للفنانين 10 الذين يمثلون أنماطا مختلفة من الفن حول العالم. وبهذا أكون قد وصلت إلى آخر الفيديو، أتمنى أن تدعموني بلايك وكومنت وتشتركوا بالقناة فضلا وليس أمرا. أنيويكاسيو كومسامنيدا.